مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى ينال اعجابكم. اليوم ان شاء الله غادي نصايب معكم قريصات مالحين بالخضرة. بالنسبة للخضرة غادي نحتاجو جوج بطاطات صغار محكوكين، جوج خزوات متوسطين محكوكين، وكذلك جوج ديال القرعات مويين محكوكين. وهنا عندي واحد جوج ديال البورو، وإلا ما كانش عندكم البورو ديروا البصلة. بالنسبة للتوابل عندي ملحة، البابريكا التحميرة، الكركم، ثوم حبوب، تقدروا ديروا غير الثومة العادية، الإبزار، وواحد كنورة ديال الدجاج. عندي كذلك القليل من الزيت والطنجولي، وكذلك القليل من الربيع، قزبر معدنوس. إذن أول حاجة غنديرو ناخدو الزيت، كبوه في المقلة، ثم نضيف القليل من قزبر معدنوس. غادي نخلطو التوابل كاملة. غنضيف كذلك واحد المعلقه صغيره من الليمون طاخت، دائما كنشحر بالليمون طاخت كيجي لذيذ. وهذه تاعي ما ذكرتهاش في المقادير. غادي نحتاجو القليل من الصوجة. بسم الله. ومن بعد غادي نضيفو العطريه كما ذكرت لكم، عطريه كامله. صافي. الان غادي ما كثرش الملح، حيت غادي نضيف دي الكنوره ديال الدجاج. اذا غادي نحرك ونخلي هاد المقادير او هاد الخضره تشحر على خاطرها، وندوز للتحضير ديال العجين. اذا شعلت البوطه، دابا غادي نحرك، غادي نخليها كتقلى على حساب غادي يطلق لينا الماء ديالها. الا كان خاصنا الماء غادي نزيدو شويه. بالنسبه للطون راه حتى يطيب لينا الخضره عاد كنضيفوه في الاخر. اذا بعد ما خليت الخضره ديالي تشحر، غندوز الان باش نحضر العجين. بالنسبه للعجين غادي نحتاج كاس ديال الماء، كاس ديال الحليب، ونص كاس ديال الزيت، بيضه، خميره فوريه، معلقه كبيره، شويه ديال الثوم محبوب، والدقيق حسب الخليط، وشويه ديال الملحه. اذا غادي ناخذ الاناء غندير فيه السوائل هما الاولين. بسم الله. حليب، الزيت، وقليل من الملح. ما ديروش مالح العجينه، حيت الحشوه غادي تكون مالحه ويكون فيها الفرماج الاحمر. اللي ما عندوش فرماج احمر يكتفي غير بالخضره. والثوم محبوب، ثم غادي نضيف الخميره الفوريه، معلقه كبيره، انا هذه ما عنديش كبيره بزاف، غادي نزيد واحد شويه. اذا غدا الى تسنينا هادو يسكتو، راه ما غادي ندير والو. سكت حبست شويه باش نتسنى هذا اللي تيبيع يسكت ساعه ما كيسكتوش. اذا سمحوا لنا على هذا الازعاج. نحركو جيدا. وغنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه.
بسم الله. نضيف الدقيق شويه بشويه ونحرك حتى نجمعوا العجينه ديالنا. بالنسبه للعجينه ما خصهاش تكون خفيفه بزاف، ماشي بحال القرص العاديين، وما خصهاش تكون ثقيله عاوتاني، يعني ما تكونش تلصق وتكون مجموعه لنا مزيان وصافي. سمحوا لي كنزرب لي ضيق نظرا لضيق الوقت، بعد غادي نصوب واحد الشوربه ديال الخضر ونقولوا شوربه الخضر حساء الخضر. الى قضني الوقت غادي نصوروا معكم ان شاء الله، ما كتبش اليوم حتى المره اخرى. المهم الى قضني الوقت ان شاء الله غادي نصوروا معكم. بالنسبه للخميره الفوريه، بالنسبه للخميره الفوريه راه على حساب، الا كان عندكم البرد راه كديروا جوج معالق، الا كان البرد كثير جوج معالق ديال الخميره الفوريه، الا كان مويان معلقه واحده. نحرك الخضره ونرجع نكبو كمية ديال الدقيق ونشوفو واش غادي تجمع لينا. إذا نجمعها باليد ديالي ومنضيعوش هادشي لي هنا. بسم الله. كتجي رائعه بنينه، غيبغيوها الكبار والصغار، وبالنسبه للوليدات ما كيبغيوش الخضره، راه هذه فرصه باش ديروا لهم كريسات بالخضره. المهم غادي نشوف واش غادي يكتبني هاد الدقيق. المهم انا كندير عليها عيني ميزاني. الله اكبر، نسينا ما درناش البيضه. ماشي مشكل، مع الزربه شتي زرب تعطل. بالنسبه مشاهدينا الكرام، البيضه راه كنديرها مع السوائل، ولكن اليوم الصراحه نسيتها، اعتذر. نمشي دابا نضيف الدقيق. اذا نبقى نضيف الدقيق حتى تجمع لي العجين. اذا المشاهدين الكرام، بعد ما طابت لي الحشوه راني زدت لها دابا الطون ونخليها جانبا باش نعمر الكريسات ان شاء الله. اذا رجعت لكم مشاهدينا الكرام بعد ما جمعت العجين، هانتوما كما كتشوفوا ما خفيفه ما ثقيله زعما ما قاصحه. اذا غادي نغطيها ونخليها دابا تتخمر تضاعف الحجم ديالها ونعمرها ان شاء الله. انا رجعت لكم مشاهدينا الكرام بعد ما خمرت لي العجين وقطعتها قطع دوائر صغيره. سمحوا لي ما صورت لكمش لانه مشى عليا الحال الصراحه. ودابا غادي نبدا نعمرهم. ناخذ اول وحده نبدا ندير شويه ديال الدقيق. غادي ندير شويه من الحشوه، نبسطها بعدا شويه بهذه الطريقه، ندير شويه ديال الحشوه، نضيف لها شويه ديال الفرماج احمر صافي. وغادي نبدا كنجمع باش نحصل على وباش نحصل على قريصه بحال هكا. نحطها في البلاطه اللي غتدخل للفرن. اذا مشاهدينا الكرام غنكملهم كاملين ونرجع لكم ان شاء الله.
اذا المشاهدين الكرام، بعد ما شكلتهم دوائر كما كتشوفوا هما تنفخوا دابا، غادي ندهنهم بالبيض وبشويه ديال الصوجه. راه شعلت الفران باش يسخن، اذا غندهنهم كاملين ندخلهم يطيبوا ونرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي. اذا المشاهدين الكرام، وصلنا لنهايه الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال الكريسات كما كتشوفوا، زوقتهم بالفرماج حمر من الاعلى. ها انتم تبارك الله، يلا حيدتو من الفران، راه كيجيو رطبين وهشاش باقي سخان زوينين. تبارك الله كيجيو رائعين، كنتمنى تجربوهم. اح باقي سخان، كنتمنى تجربوهم. تخلونا في التعليقات ديالكم، والى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. المهم راه ما تحمروش بزاف من هنايا، ولكن راه مهم طيبين. كنتمنى ينالوا اعجابكم، وما تنساوش ديروا لنا لايك وتابونا في القناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بغيت نحل معكم شي وحده من الوسط، ولكن باقا سخونه بلا شي واحد دقيقه. هانتوما كيفاش كيفاش كتجي من الوسط مع كانت سخونه. المهم ها هي حليتها كما كتشوفوا، تبارك الله هشيشه وزوينه. نتمنى تنال اعجابكم، وما تخلي نتمنى تخليو لينا التعليقات ديالكم وتجربوها. الى اللقاء.